كنا باركين هاني في شهر 8 حتى جاتنا شهر 8 حتى قولي لنا راه الدار سمعوا الدريات شي حاجه كطيح من السطح. خرجنا كنجيرا قالوا خرج خرج الدار غاتري ما عرفنا باش تبلينا. هي هذيك عيطنا جات سعاده القيد جاو كلشي السلطات جاو طلعوا شافوا السطح لقاو مكرفص حالته حاله قالوا راه السطح هو اللي فيه الضرر. شويه جاو المسؤولين وجاو الخبراء الاخرين اللي سميتو حتى قال لك الدار غادي تخرج صافي. قال لنا قالنا سعاده القيد غتخرجوا انا مسؤول على الارواح ديالكم. هي هذيك خرجنا حويجاتنا مكرفسين حويجاتنا في الريدوات هما كاع الريدوات باقي حوايجنا مقرصين. انا برك عند امي السيدات الاخرين كل وحده هي باش يبارك عاد خاتها شي سميتو واحد الحاله. حنا من نهار شهر 8 وحنا حنا مقرصين ايوا حتى قال لك الدار غتريب غتريب. حنايا كلشي مأزم كلشي كلشي بقى فيه الحال ايوا تحاوروا معنا وقفوا معنا. كل مره كيدير معنا سعاده القاي اجتماعات كنمشيو كيسولنا كن كيجيو كاملين لصحاب برشيد ولا كلشي كنجمعو ديما كنمشيو عندو تقريبا شي سبعة المرات وحنا ديما كنمشيو عند سعادة القايد. قال لك انا واقف معاكم قال لك انا واقف معاكم حتى نشوف الشركة اللي غتريب لكم. قال لك انا مسؤول على الارواح ديالكم نخرجكم باش ما يوقع حتى شي ضرر في الارواح. ايوا هذيك ملي خرجنا حنايا دابا هو ديما تيدير مع الاجتماعات. قال لك نشوف معاكم حتى نريب لكم فابور باش يريب معنا شوف الشركة اللي غتريب. ايوا راه حنا الجيران ما سخيناش دارنا ما سخيناش بها رانا 23 عام وانا هنايا ما غاديش نلقى بحال محالي وخاسر عليه فلوسي و... ايوا راجلي ما خدامش مزيان ايوا لا اله الا الله. انا مكرفصه والحمد لله على كل حال. حوايجنا تكرفصوا وحنا تازمنا مرضنا. الراجل مرض تاهو بالسكر طلع عليه السكر فاز مع هاد الخلعه راه طلع عليه الخزان ب 13 و3 راه دابا مرض وحالته حاله الحمد لله على كل حال. هادشي جاب الله مع الانسان ما يدير الحمد لله. انا وحده من المتضررين ولكن ملي جيت نشوف كنلقى راسي انايا ماشي غير متضرره على جوج المرات. انا الراجل عندي ما خدم من شهر 3 حتى لشهر 9 هذاك هو النهار اللي مات فيه امي 21 في شهر 9. يعني هذا الانسان باش غيكري باش يخلص التصبيق وحاليا لا بغيتي تكري خاصك على الاقل من 5000 درهم الفوق تكري. انا حاجه وحده اللي كنطالب بها حتى انا من حقي نستافد من حقي مضروره. ما نقولش لك زعما تكرفص النهار من شهر 8 لهنايا وحنا خارجين عند الناس ما نقولش لك يعني شهر 8 شهر 9 ماتت لي الوالده. يعني صدمه على صدمه وكنقول للمول الدار اللي كاري ليا وداك الشيء كنقول ليه زعما عطيني غير شي حاجه باش باش نكري حتى انايا ونحيد حوايجي اللي كانوا مليوحين. تقريبا كل شيء تهرس. انا ما كيبغاش فيا الحل في الحوايج الحوايج كيتعوضوا حياتي هي اللي ما كتعوضش. قلت لي عطيني غير شي حاجه باش ندير باش نكري وداك الشيء. قال لي تنبيعوا الارض وانا امتى غنبقى نتسنى الارض تتباع امتى غتريب. هيا شوف دابا 6 شهور هادي يلاه اليوم القرار خرج بانها تريب وحنا خفنا على الارواح ديالنا وخرجنا ودابا حنا راه مضرورين وراجلي ما خدامش وما عديتش باش نكري. يعني خلصت الشهرين الاولى ودابا راه مجموعين عليا دابا مجموع عليا الكره. راه ربي اللي مطالع بيا وانا مريضه وكندير الدواء ديال الاعصاب. ملي خرجت من الدار من شهر 8 وانا مريضه حوايجي في جيه وانا في جيه. انا كنطلب من السلطات ومن المسؤولين حتى انا نستافد. انا راجلي ما عندوش راه ما خدامش. راه الجيران كلهم شاهدين ما عندو لا ورقه لا حتى شي حاجه راه كيبريكولي. حنا الناس اللي كارين عندهم باقي ما عطاوناش لا داك التسبيق اللي مسبقين لا حتى شي حاجه. مضرورين ماديا ومضرورين معنويا. حوايجنا في الزنقه وحنايا لاي واحد بغيتي تكري عندو كيطالبك مليون نص مليون. يعني ومع كورونا وعارف الوضعيه كيفاش كاينه يعني مأزمه بزاف ما كاينش فلوس باش غادي دير. وكنطالبوا من السلطه ان شاء الله يشوفوا من حالنا ويكون شي وليد الله يدير اللي فيها الخير. الناس اللي ما كيبغيوش يخرجوا غادي كيضروا راسهم يا غيخرج معاها مستديمه يا غيخرج ميت. الواحد يخرج بالروح ديالو حيت الروح غير عز من كل شيء.